الآن مع الاستمارة الثانية في محطة الاقتراع وهي استمارة 42 استمارة نتائج محطة الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 استمارة مهمة جدا. تستخدم هذه الاستمارة في عملية العد والفرز اليدوي فقط، يعني في يوم الاقتراع وبعد إجراء القرعة لاختيار المحطة التي سيتم تخصيصها لغرض إجراء عملية العد والفرز اليدوي وفي المحطة التي تم اختيارها، ومن ثم ملء استمارة 42. بمعنى آخر أن المحطات التي لن يتم اختيارها أو لم يتم اختيارها إلى إجراء عملية العد والفرز اليدوي لن يتم ملء استمارة 42. أكرر، استمارة 42 يتم ملئها فقط في المحطات التي ستجري فيها عملية العد والفرز اليدوي. أيضا مثل ما شرحنا في استمارة 41 يتم ملء هوية المحطة، هوية المحطة وهي الفقرات من 1 إلى 4، لأن هاي الاستمارة بدون هوية لا تعرف لمن، ما نعرف لمن، بس أنت هنا خليت نتائج لكن هوية المحطة ما معروفة. طيب هاي النتائج لأي محطة؟ ما أعرف. 01 أيضا بغداد الرصافة، رقم الدار الانتخابية 4، رقم مركز التسجيل 2110 9 نيسان، ورقم مركز الاقتراع أيضا 2110 01 متوسطة الأمجاد للبنات، ورقم المحطة هو 03. الآن نأتي إلى العد والفرز اليدوي. أساتذتنا الأعزاء، العد والفرز اليدوي كل مرشح يحصل على الأصوات اللي أخذها واللي بالعد والفرز اليدوي كتبناها، ولا على التعيين مثلا هسه أي مرشح حصل على أي أصوات نكتب الأصوات، لنفرض أن مثلا 111 10 90 5 46 1 وهكذا، مثلا هنا 7 هنا 20 هنا 2. هسه هذا ايش قصار المجموع عندنا؟ 10 20 30 ب 15 45. هسه عندنا 45 جيد. هاي بالنسبه للتسلسلات الاولى، لو نلاحظ هاي بالنسبه للتسلسلات الاستماره رقم 1 الصفحه الاولى، ولما كملنا الاعداد مالت الناخبين ايضا وقعنا احنا كمدير محطه، ومهم جدا مهم جدا ان نعرف انه صفحه 1 من 2، ما دام 1 من 2 اذا ان اكو صفحه ثانيه ملحقه بهذه الاستماره. خلينا نشوف الصفحه الثانيه هي وين. الرقم الاخير هو 130 لتسلسلات المرشحين، وهذه هي الصفحه الثانيه اذا تلاحظون. ايضا ملء هويه المحطه، اي هويه محطه يجب ان تملأ حتى لو ان الاستماره الصفحه لم تستخدم يجب ان تملأ. 01 01 بغداد الرصافه، رقم الدائره 04، رقم مركز التسجيل 2110 9 نيسان الثاني، ورقم مركز الاقتراع 2110 01، اسم مركز الاقتراع متوسطة الأمجاد للبنات، ورقم المحطة هو 03. هنا عندنا بهذا الاستمارة أخذ فقط 165 لأنه فقط أخذ 5 أصوات. إذا إحنا من هناك جيت عندنا كم صوت؟ 45، وهنا 5، إذن 45 زائد 5 ايش صار عندنا المجموع الكلي؟ إذن مجموع الأصوات الكلي هو 50. وإذا عندك ملاحظات تكتب. وهنا أيضا يقول في حال لم يكن مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون مساويا لعدد الأصوات الصحيحة لحق الرقم 19 من استمارة 41 قم بإعادة العد بعد الأصوات. هذا بالنسبة إلى الاستمارة، ومن ثم مدير المحطة والكادر أيضا يقومون بالتوقيع على
المعلوماتك. شنو المشاكل اللي صادفتنا باستمارة 42 استمارة النتائج؟ أولا عدم توزيع الأصوات، يعني أنت باستمارة 41 عندك أصوات صحيحة مثل 205 صوت 200 صوت، من تجي ال 42 ما تلقى ما موزع أصوات، هذا الأول. اثنين أكو أصوات صحيحة باستمارة 41 وعندك أصوات موزحة في الصفحة الأولى فقط لاستمارة 42، المفروض بقية الأصوات وين؟ إذن أكو مرشحين في الصفحة الثانية من استمارة 42 أيضا لازم تملأ أصواتهم. هاي اثنين. ثلاثة، هوية المحطة بالنسبة لاستمارة 42 الصفحة الثانية ما تملأ، وهي المفروض تملأ مثل ما أنت مليت هوية المحطة في الصفحة الأولى أيضا تملأ في الصفحة الثانية. الثالث، تملأ الأصوات بشكل صحيح بالنسبة للصفحة الأولى والصفحة الثانية، لكن المجموع ما يكتب، وهذا أيضا يجب أن يكتب المجموع، ويجب أن يكون المجموع مساويا لعدد الأصوات الصحيحة الواردة في استمارة 41 الحقل 19. وإذا لم يكن المجموع صحيح قم بإعادة أو احتساب الأصوات مرة ثانية، لأن أكيد أنت صار عندك خطأ في احتساب الأصوات. هذا هو الشرح لاستمارة 42. شكرا جزيلا.